السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. وإياك. السؤال اللي كنت عايز أسأله لحضرتك اللي هو الثالث، كيف للمرأة أن تحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيما معناه من يشهد تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءة الحديث الدم؟ قلت لك الحديث ضعيف أصلا. الحديث ضعيف؟ نعم. حديث ضعيف. ماشي يا شيخ. ايوه.